وسط مقاطعة الاتحاد العام التونسي للشغل واحتجاج المعارضة ومشاركة الأطراف الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيد، انطلقت اجتماعات الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. أولى الجلسات كانت للجنة الاقتصادية والاجتماعية، شاركت فيها منظمات كاتحاد الأعراف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد المرأة وأحزاب وشخصيات سياسية وحقوقية واقتصادية وقانونية. العميد الصادق بلعيد رئيس الهيئة الاستشارية طالب الحضور بتقديم تصورات في غضون 3 أيام تتعلق بتونس على مدى 40 سنة المقبلة. حوار سيؤسس الجمهورية الجديدة، حوار مش يكون فيه صياغة لمقترح دستور الجمهورية الجديد للإصلاحات الجوهرية في كل ما يهم الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والثقافية في البلاد. اليوم مرحلة مهمة جدا، رحلة داعمين لمسار 25 جويلية، حارسين كل الحرص أن المسار هذا يبلغ بر الأمان ويحقق مطالب التونسيين والتونسيات في العيش الكريم. ثم بعض التحفظات نزيد نبلغوها لهنا، وإن شاء الله ينطلق انطلاق حقيقي حتى أحلام التوانسة اللي تقريبا تفتحت مرة أخرى يوم 25 جويلية تتحقق. مقترحات اللجنة ستترجم إلى نصوص قانونية وأبواب ضمن دستور البلاد الجديد المسمع الاستفتاء بشأنه موفى الشهر القادم. بالتوازي مع ذلك، تظاهرت أحزاب من المعارضة أمام مبنى هيئة الانتخابات. حاول المحتجون التجمع أمام مدخل الهيئة إلا أن قوات الأمن تصدت لهم. وتعتبر الأحزاب المحتجة أن هيئة الانتخابات ليست مستقلة وأن المسار مزور بكامله لصالح قيس سعيد حسب وصفها. نعتبر وأن الهيئة اللي حطها قيس سعيد هذية وعين هو التركيب نتاعها ما عندها كان هدف سوى تزوير الاستفتاء وما سيتبع الاستفتاء لاحقا من انتخابات. المسار هذا اللي مشى فيه قيس سعيد واللي سماه خريطة الطريق هو في الحقيقة مسار الهدف منه يدمر كل المؤسسات. واستثنت اجتماعات الحوار أحزابا سياسية كبرى كانت تقود البلاد وتشكل الأغلبية في البرلمان المنحل كحركة النهضة الإسلامية وتدور في مناخ سياسي مشحون. وسط مقاطعة وازنة، لجان الحوار تبدأ أشغالها تمهيدا لطرح دستور جديد على الاستفتاء، مسار حاسم ووضع دقيق في مناخ من الصراع الحاد بين قيس سعيد والمعارضة. فتح الفالحي، ميديا، تونس.